لسه كأنه امبارح. انا كنت قاعد فوق ومن الفرحه فعلا انا كنت هقع من الدور الثاني ده لتحت، فالواحد ما كانت فرحه هستيريه طبعا، والواحد لا لحظه يا ريت نعيشها مع، انا عشتها مع النادي كتير لان النادي ياما فرحني، بس دي بالذات كان لا كانت لحظه غاليه علينا جدا طبعا. بمجرد ان الجون جه انا فاكر ان كان فاضل ساعتها اقل من 10 دقايق، خدت بعضي ونزلت كملت الماتش في العربيه. سمع ان كان التوتر ما كانش طبيعي في الفتره ديت او في اليوم ده بالذات، ان كان اصعب ماتش للاهلي في ال40 سنه اللي فاتوا تقريبا. لا اقدر اقول انا عندي ترابيزات في المكان، ممكن في ترابيزات اتكسرت يعني من الاحتفال والجماهير والاعضاء والناس اللي بتتفرج، انا والناس اللي الصف اللي شغال معايا. والله انا ما حسيتش بنفسي، لقيت نفسي واقف على الكرسي وعمال اتنطط وما كناش مصدقين نفسنا، يعني جه في وقت قاتل يعني. فرحت طبعا، كان جون جميل يعني، كان جون حاسم طبعا ومهم، وفي نفس الوقت الجون طبعا كان شكله جميل يعني. الماتش ده يعني مش هيتنسي ابدا، الماتش كان مقفش جاب جول كان حلو قوي. ما كانش في مكان اصلا عارفين نقف نتفرج فين، كل النادي ده وقدام الشاشه هنا اهوت، زحمه جدا جدا، مفيش ولا كرسي فاضي، احنا واقفين بنتفرج. جه طبعا الجون القاهره كلها اتهزت يعني، البرج ذات نفسه اتهز. لا 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 ما كنتش متوقع السيناريو ده خالص. انا كنت من ساعه لما احنا كمان ضيعنا الكوره بتاعت حسين الشحات انا قلت الماتش اتقفل علينا خلاص والدنيا كده بتروح مننا، بس هو ربنا رايد الحمد لله، احنا بنحمد ربنا يعني. الماتش ده كان اصعب ماتش في التوقع، ان ده كان الماتش الوحيد اللي دخلناه 50-50 واحتمال ان كفه الزمالك كانت اعلى. متوقع فوز الاهلي، لكن سيناريو ايه ما كنتش متوقعه صراحة. لا انا كنت بقول هو الماتش كان صعب يعني، قبل الماتش كنا بنقول ان احنا هنكسب يعني هنكسب 2، بس الماتش كان صعب جدا، وفرقه الزمالك كانت فرقه تقيله ساعتها، كان الجيل الموجود ده، بس السيناريو هو الاحلى والامتع يعني في تاريخ النادي يعني. كان في رايح جاي مع الفرقتين، بس بعد الكره اللي جت في العارضه وتردد دي يعني كان عندي امل كبير ان احنا نكسب يعني. اتوقعه طبعا، لان طبعا الاهلي دائما وابدا ملك الفوز في المباريات الداخليه والخارجيه. هي بعد كره زيزو اللي هي جت في العارضه دي انا كنت يعني مطمنين ان احنا نكسب شويه كده يعني. طبعا كانت فرحه عارمه بالهدف، وخصوصا السيناريو ما كانش متوقع، احنا كنا خلاص في اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، وكانت فعلا ده خلاص وبعديها الماتش انتهى بالفعل، فكانت فرحة كبيرة قوي الحقيقة. والقضية دي ما بقتش مجرد ماتش وان هو مجرد بطولة، ده هو بقت عيد بالنسبة للأهلاوية عموما يعني. الجون اللي جابه قفشة يتشفع له مدى الحياة، في متعة يعني، الجون ده متعة متعة، وخاصة انه كان في الزمالك يعني. الحمد لله الهدف ده لحد وقتنا هذا لما اشوفه انا جسمي اشعر.